فتحت إدارة النادي الإفريقي التونسي أبواب المفاوضات أمام الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد مع متوسط ميدان الخضرة عبد المؤمن جابو، وهو ما جاء على لسان رئيس النادي التونسي سليم الرياحي الذي أقر بصعوبة الاحتفاظ بخدمات ابن سطيف بعد كل ما ظهر به من مستوى ملفت للأنظار في نهائيات مونديال البرازيل. الرياحي وخلال الندوة الصحفية التي نشطها لتقديم الطاقم الفني الجديد للنادي الإفريقي كان واضحا في كلامه بخصوص مستقبل جابو مع نادي باب جديد، وأكد أن إدارته على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة مع الأندية التي تريد ضمه إلى تعدادها خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية. وصرح بالقول: جابو لاعب من الطراز الرفيع فنيا وحتى أخلاقيا، ورغم ما يمثله من قيمة كبيرة لفريقنا إلا أننا لن نقف أمام رغبته بما أنه يريد الاحتراف في أوروبا.